ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي ببدائع جلاله والمفيض على الأكوان من أنوار جماله منفس كرب الأسماء الطالبة للظهور بإفضاله الذي عين الأعيان بوسيع رحمته الامتنانية الفائلة من رفع حضرته الرحمانية فأبرز من مكامن الغيوب أول التعينات الإلهية وآخر الدلالات الحكمية الإرشادية وكشف حجاب العماء بأتم المظاهر الخلقية الفيض المقدس الذي عم الوجود جوده والصفي المنزه المتسبب لوجود الوجود وجوده فبه تكونت الكائنات وتعينت الموجودات فمنها فاعلات ذوات أيد علا ومنفعلات أولاة أكف سفلا فسبحانه من إله ادخر رحمته الوجوبية الأزلية الفائضة من الحضرة الرحيمية الفضلية للقائمين بوظائف العبودية الواصلين إلى الجنان النعيمية فشكرا للحقائق الإلهية الرحيمية وفكرا في الشواكل الكونية المرحومية صلى الله وسلم على خير من تصرف باليدين وأفضل لمن تحلى بالخلعتين أشرف برزخ جمع البحرين وأكرم حد فصل عور القوسين أنور مصباح لمع في الكونين وأزهر مفتاح فتح النونين وعلى خلفائه القائمين ونوابه الراكعين الساجدين وطباعه المتقين الفائزين ما لاحت وجنات الهائزين. رضي الله عن قطب هند رضي الله عن عون ديني رضي الله عن قطب هند رضي الله عن عون ديني رضي الله عن قطب هند رضي الله عن عون ديني نيلا وترحيما وأزكى تحياتي على القطب مولانا المعين لملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات يا لفحد يا حدي لأنوار فيضتي بحمد مفيض نعمة بعد رحمتي رضا وترحيم وأزكى تحياتي على القطب مولانا المعين لملتي وصلي على من ذكر الوطن أهله إذا عش أطيار ضلالي بغنتي رضا وترحيم وأزكى تحياتي على القطب مولانا المعين لملتي تولّه ودم في حب من كنت عبده تنل نور مصباحي بأطيب روضتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي
على المصطفى المختار خير البرية وغص مثل ما غص الكرام أولو الندى بحار الفنا تبقى بقبل وبسطة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وفاز بكاف الكيمياء خصوصا لإرشاد إخلاصي وأنسي وخيبتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فصار حجاب الظلم نورا بجمعه بسر يقين الحق في شوق وجهتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية رقابا شهادا في عهود أحبتي بنعمة لا يجلو فخرهم عند وصلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فيا لهم وصلا وفضلا ومعدلا دلالا وتيهنجا لا والهم بنغمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية سماعا سراعا في رفيع مقامهم حيار سكرامي شراب محبتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية محيا حميا النجبي كل سرور بروح وراح في ارتياح بهمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية بهم تتسلى الأرض بعد محمد عليه صلاة الله في كل دورتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير برية ورق شهاب الدين
نحو علاهم لأحمد بميم ملكي أيام دولتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ സദസ്സിൽ സ്ഥലം വളരെ പരിമിതമാണ്. പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് സദസ്സിൽ അടുപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുത്താലിമീങ്ങൾ, നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കസേര ഒന്നുകൂടി അടുപ്പിച്ചിരുന്നാൽ പിൻഭാഗത്ത് ഇനിയും ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് പിൻഭാഗത്ത് ഇനിയും കസേരകൾ നിരത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകൾ ബദർ സാദാത്ത് തങ്ങൾ അവർകൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇനിയും കസേരകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തും കസേര قال الله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات عبست أراضي كلوا بأوليائه ببسط أنوار المحبات وجعل فيها لأن لا تتزلزل بغلبات الهيجان رواسي المعرفات وأجرى فيها أنهار علوم الحقائقات وأنبت فيها شاجر الحكمات وزينها بأزاهير فتن الدقائقات وأثمرها بثمرات المقامات والحالات وقرن بكل مقام حالا إذ قال جل جلالا جعل فيها زوجين اثنين ثم يمد عليها ظلال المشاهدات ويتلي عليها شموس الكفايات بتمام العنايات فسبحانه عز وجل يغشي الليل النهار ثم وصفها ووصف أصحاب هذا القلب المختار الذين هم رواسي الأرضين وأنفاسهم أعمدة السماوات ورؤيتهم مشكات أنوار الآيات أنهم علامات شمائله وسرج مشكات قدرتي لأهل التفكر في الإرادة والتذكر في محبتي بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال بعضهم هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده بمعض فضله ونعمائه فبهم الغياث وإليهم الملجأ والمنجا فمن ضرب في الأرض بقصده فاز ونجا ومن كان سعيه لغير خاب ودجا أقامهم الله مقام رسله الكرام وأنابهم مناب أنبيائه لتحقيق المرام وسلى الأرض بهم حين شكت إلى مولاها لما انتقل إلى بطنها شرف من مشى على ظهرها وعلاها يا ربي بقيت ولمشي نبي على ظهري وضقت صدرا بخفاء نوري وفخري وكرت علي القصور كسرا قسرا ودهمت الدواهي علي قسرا قسرا وأنت علم بني بما عراني فاكشف اللهم عني ما تراني فأوهى الله إليها ببشارة قرت بها عيناها وقر عنها كل ما آسفها ودهاها يا أرض لا تهزني سأجعل عليك رجالا على قلوب الأنبياء من لدن خليفتي آدم إلى خيرة سيد الأصفياء فالغوث المعبر عنه بالقطب واحد والأوتاد أربعة المقدارون ثلاثة والأنوار خمسة والعرفاء سبعة والخيار عشرة والبدلاء أربعون والنقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون فهذا اللذذ باق والنقص مكمل إلى يوم يختمون فيكون اختتام المقيدة بخاتم الأنبياء بخاتم الأولياء المحمديين والمطلقة المجموعة بكلمة الله ورعيه المتين على نبينا وعليهم السلام إلى يوم الدين فمن أجل من هذا المقام تلولا
وفاض بالقطبية الغوثية العظمى وأشرف من هبى من بيت النبوة حلا وافرا الذين خصهم الله في كتاب المزيد ذاكرا مولانا وملاذنا غوثنا وغياثنا شيخ الثقلين سلطان العارفين قطب الأقطاب برهان العاشقين الشيخ السيد معين الدين حسن الدشتي السجزي وفاض الله علينا فيله السرية وبره الزم الرمزية وقدس سره وحشرنا في زمرته يوم الدين وعمنا بالخير والصلاح وسائر الأحباب والمسلمين رضي الله عن قطبه هندي رضي الله عن عوني ديني رضي الله عن قطبه هندي رضي الله عن عوني ديني رضي الله عن قطبه هندي رضي الله عن عوني ديني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان من شرف الإنسان بالكرم وخص من شاء بالآيات والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاختار من شاء بترميم الولايتهم أصل الهدى خلفاء الله في الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجد بعضا بتأسيس لها فبه فاضوا أفاضوا لمن وله بنعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهوفه بذكر الحق أنفسهم ترتاح شوقا وذوقا ساحة الخيام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صحوا ومحوا بجذبات الإله حب في روضة الوصل باح السر من كتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرجال هم الأرحار سادتنا هم الملوك عبيد البشر
مولاي فيه والشيخ مديحه والمسلمين ليوم الحشر والقيام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صف الشهاب بإمداد وبلغه أقصى المنى بوصال أي وصلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى على سيدي الكونين دائمة والآل والصحب والأتباع كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وروي أن الشيخ قدس سره ولد سنة 522 كما في خزينة الأصفياء ببلدة سجستان ونشأ بها مع والده الكريم الشيخ السيد غياث الدين السجزي رضي الله عن جنابه الفخيم وكان من أفراد الصالحين وأحد المجاهدين تصدق في بعض الأيام بأثاث البيت وحوائجه لله رب العالمين واقتفى لنفقة رياله ببستان ودولاب مستغنيا مقانيا عليه ولما توفي في عراق ودفن فيه حين كان عمر الشيخ 11 سنة كما في خزينة الأصفياء ففنجي كنج أو 15 على ما في محفل خواجة وصل من الميراث قطعة البستان كما في الخزينة أو ذلك البستان والدولاب ولا ما في المحفل إليه ولازم طريق والده يتصدق بما يحصل لمولاه وكان يوما في بستانه يسقي الأشجار فورد إليه شيخ مجذوب إبراهيم سماه فلما رآه مشى إلى باب البستان ويقبل يديه ويتلقاه وعندما رأى ذلك العارف حسن أخلاقه فرح فرحا عظيما لحسن طباعه وسجاياه وجنى له الأثمار والعناب وعرض عليه فلم يرغب فما كما في الخزينة أو أخذ على ما في المحفل ما أراد ومضغ للشيخ عصارة كانت في مخلاته أو عنبا فأكله وأنار الله به فؤاده وتصدق بجميع ما يملكه وتوجه إلى سمرقند كما في الخزينة والفنج أو إلى بخارى أو على ما في المحفل واشتغل بحفظ القرآن وتحصيل العلوم الظاهرية من حضرة الشيخ حسام الدين رضي الله عنه في أيام عدها يقل ثم إلى عراق ثم إلى هرنو وحضر مجلس الشيخ قدوة السالكين وزبدة العارفين الشيخ عثمان الهاروني رضي الله عنه وقام في خدمته 20 سنة يستفيد منه العلوم الظاهرية والباطنية ويستكمل الكمالات.
السورية والمعنوية ويستفيض منه، ثم بايع على يديه الكريمتين ولبس الخرقة الشريفة ودخل في الطريقة الجشتية الشهيرة المنيفة. فبهذا الشيخ الجليل أزت الطريقة وفشت بهذه السماء المعروفة. والجشتية نسبة إلى جشتة وهي قرية شيوخه الكرام، بلغنا الله بجاههم في الدارين جميع المرام. فشيخه الهاروني أخذ الطريقة عن الشيخ الحاج شريف الزندني، وهو عن الشيخ مودود الجشتي، عن الشيخ والده يوسف الجشتي، عن خاله الشيخ محمد بن الجشتي، عن أبيه الشيخ أبي أحمد الجشتي، عن الشيخ أبي إسحاق الشاتي الجشتي، عن الشيخ ممشاد الباني دينوري، عن الشيخ أبي هريرة البصري، عن الشيخ عزيفة المرأشي، عن الشيخ إبراهيم بن أدهم، عن الشيخ فضيل بن عيال، عن الشيخ عبد الواحد بن زيد، عن الإمام حسن البصري، عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن السيد المرسلين وإمام المتقين شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في القول الجميل. ثم دخل الشيخ رضي الله عنه بلدة سبخان وقام عند الشيخ نجم الدين الكبرى شهرين وخمسة عشر يوما، ثم توجه كما في الخزينة وغيره إلى الجودي الذي استقر عليه سفينة نوح عليه السلام، وتشرف بملاقاة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، ودخل معه جيلان أفاض علينا فيضهم دوما، وقام عنده خمسة أشهر وسبعة أيام يستفيض من جنابه. ثم توجه إلى بغداد ولاقى الشيخ ضياء الدين والشيخ شهاب الدين السهروردي، ثم أخذ الطريقة ولبس الخرقة من الشيخ أوحد الدين الكرماني، ثم إلى همدان وقام عند الشيخ يوسف الهمداني، ثم إلى تبريز ولاقى الشيخ أبا سعيد التبريزي، ثم إلى إصفهان ولاقى الشيخ محمد الإصفهاني، ثم إلى مهمند ولاقى الشيخ أبا سعيد المهمندي، ثم إلى استراباد ولاقى الشيخ ناصر الدين الاسترابادي وعمره إذ ذاك 127، ثم إلى غزنين ولاقى الشيخ شمس العارفين الشيخ عبد الواحد الغزنبي، وله رضي الله عنه ملاقاة ومصاحبة مع الشيوخ العظام لا يحسره الحاسرون، قدس الله أسرارهم وأفاض علينا فيوضاتهم وأعاد إلينا ببركاتهم وأوصلنا إلى المقامات العالية التي وصل إليها المتقون الفائزون. رضي الله عن قوت به عندي، رضي الله عن عون ديني، رضي
سلام الله على ياسين حبيب الله ويوم تعهد الأشجار أتى المجذوب بالإسرار فلقاه بجني ثمار فحر لأجل حسن قصار صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فأعطى الشيخ من ملغى فأثر ذاك في بلغى لصفو القلب والصبغى فعن أمواله قدما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله حوى حفظا لقرآني وعلميني ببرهاني توجه نحو هاروني أقام لديه للحكمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبايعه بتشتيا ودار لأجيل فيضيا شيوخ العصير باللقيا فصار لمشكل حلا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم إبراء ذي داء وكم إبعاد بلواء وكم إحياء أحياء وكم أسقى كؤوس بصا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم نجيت يا ربي عبادا في هب الريب وهجراني عن القرب بقطب فضله قطع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم بالجود والخير ودفع الطعن والضير وجمع الشمل في سير إلى لقياك يا متعة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا قاضي حاجاتي وكشافا لكرباتي ويا وهاب خيراتي أفدنا الفوز بالآمان صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بدار ما
لها مثل ودنيا وصلها فصل ودين كله عدل مع الإخوان والآهان صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ورق شهابك الأزهار وأصلح أمره وطهار وكنه وقاية أنشار وأمنا عن دجى الأهوال صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي العلي مع الأصحاب والآلي وأقطابه وأبدالي هدو الفيض والآصى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وأما نسب رضي الله عنه كما في إنشاء لطف الله الشيخ سيد العارف القطب عبد اللطيف المعروف بدوقي الويلوري قدس الله سره وهو ابن الشيخ سيد غياث الدين وهو ابن الشيخ سيد كمال الدين ابن الشيخ سيد أحمد حسين ابن الشيخ سيد طاهر بن شيخ سيد عبد العزيز بن الشيخ سيد إبراهيم الشيخ سيد الإمام علي رضي الله بن الشيخ سيد الإمام موسى الكاظم ابن الشيخ سيد الإمام جعفر الصادق ابن الشيخ سيد الإمام محمد الباقر ابن الشيخ سيد الإمام زين العابدين علي ابن الشيخ سيد الإمام حسين الشهيد بكربلاء ابن الشيخ إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين وكلهم السادات الأخيار أئمة الهدى ومصابيح الدين وأما كرامته فأنا لمثلي عدها وحدها إذ كانت لا تحصوى ومع ذلك ما لا يدرك كله لا يترك كله فهذه نبذة فإن كانت لا تستسقى منها ما حكي أن عجوزا دخلت عليه وعرضت حاجتها وشكوها أني كان إني كان لي ولد شاب ينفق علي كفايتي وبه عيشها ومناها ومات البارحة وليس عندي شيخ للتجهيز والتكفين فاغثني وعنيني الضعيفة البائسة يا غياث العالمين ولما سمع كلامها أشفق عليها واحدا ينسيها بأن الله مالك الأمور وموليها واسترجعي ولا تحزني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأمر الخدام بالتحديث أسباب التجهيز والتكفين وأدنوني بعد خبرا وازدهم الناس للسماء حضور شيه جنازته قلا وكثرا فلما قدم وجدها باكية آسفة واكية آسفة على فراق الولد الكريم وخاطبها لا تتفكري فإن المولى الرحيم هو السميع العليم ودنا إلى الجنازة وقام عند الرأس وقال قم بإذن الله العظيم وقام حيا وخرت على قدميه المباركتين شاكرة لهذا النعيم ومنها أنه رضي الله عنه شكا إليه شخص أن الحاكم الظالم قتل ابنه عدوانا وطلب من الشيخ صواف الحكم في هذا الأمر العظيم إحسانا فمشى ما هو قام عند الرئيس المقتول والله على هيئته وقال إن كنت مظلوما وقم بإذن الله وقام حيا بقدرتي ومنها أنه رضي الله عنه رأى في طريق بغداد ديرا يعبد فيه الأصنام فقام ثم
ضمه تحت الشجرة ليدعو الأنام إلى دين الله الإسلام ومن خادمه فخر الدين بإيطاه كبس من بيت النار هناك ومشى وجد عليه ناسا وشتموه وقالوا يرجي إن أردت الخلاص وإلا فالهلاك فرجعوا بين الشيخ ما جرى ما أولئك الكفار فأخذه الأضب وراها بنفسه وهاب القوم وخافوا لجلال المقهار وخاطبهم أيها الأغبياء أما لكم حياء أن تدعون الألوهية لهذه النار التي تنطفي بشيء من الماء ألا هذه طريقة موصلة إلى النار الكبرى فلا تعذروا في الحسر جهلكم بالحنيفية السمحاء ألا ألقوا فيها أيديكم أو أرجلكم فإن لم تهرق فجديرة للمعبودية فلما سمعوا قال رئيس تبعية النار هي إحراق كل ما يلقى فيها وأل تترك قضيتها الأصلية فإن كنت تعتقد إليها تعتقد إله آخر حقا فأنزل فيها فإن لم تعثر فذاك فدخل فيها آخذا يدعو إلى منهم قائلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فعندما رأوا هاموا ودهشوا وهاروا وبعد مدة خرجا وكل منهما صحيح سليم وسألوا العلماء عن الخبر فقال وجدنا فيها بستانا عجيبا ومقاما كريما وخروا على قدمي المباركتين رجوعا من الدين الباطل قائلين فداك فداك وأسلموا على يديه الكريمتين وسمى رئيسهم عبد الله والعلماء إبراهيم وسارا من الأولياء العارفين رضي الله عنه وبنى مكان الأخدود رباطا وقام فيهم أيام وتوجه إلى خراسان وبها وبجاهي نسألك اللهم الأمن والأمان في الدين والدنيا والآخرة يا إله العالمين رضي الله عن قطبه إلي رضي الله عن حوله ديني رضي الله عن قطبه إلي رضي الله عن حوله ديني رضي الله عن قطبه إلي رضي الله عن جمال العالمين يا صفاء السالمين كلنا غوثا مبينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أنت بدر الأولياء أنت شمس الأصفياء كنت أمن الأغبياء يا جليل الكاملين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يا ربيب الأنبياء يا خطيب الأتقياء يا رعيب الأغبياء كلنا حبلا من
ദീന അല്ലാഹ് റബ്ബുന അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഹസ്ബുന അല്ലാഹ് നഹ്മദുല്ലാഹ് നശ്കുറുല്ലാഹ് ذلك فضل ربنا الله نجل فاخر المرسلين نور ديننا الأمين فجر صدقنا الكمين يا سليل الطاهرين ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يا جلي الخالقان يا جزيل المكرمات محيي العظيم الرفات إذ أغثست ذنوبنا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله وكذا مقتول ظلم طالبا إن صاف حكم ونجا كفار قوم ولنار عبيدنا مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودخلت النار لما عرض الكفار لما آخذا منهم غلاما ثم أبتم سالمين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله ورأى في النار روضا ومقاما حفا والله وانشنوا عن ذاك خولا في حفيف المؤمنين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله فرئيس القوم سمى عبد الله والغلام إبراهيم ثم دام من كبار العارفين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله فرئيس القوم سمى عبد الله والغلام إبراهيم ثم دام من كبار العارفين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله فمعين ضعفاء يا معين شرفاء يا مهين سفهاء خذ بيدي
ايدي المذنبين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله انت مرشد الناس كنت فاتح المقياس صرت رافيع اللباس يا مدار سالكين الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله جود مولانا الجواد شمس أنوار الرشاد ضوء مصباح العباد كلنا عهدا معينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله جاء عتاب الكريم طالب الأمر العظيم غارق البحر العميم يا جمال الواصلين الله الله ربنا الله الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله مد فيلا منك مد لشهاب الدين عدا يدهش الحساد سدا كله حسنا حسينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله جميل اللهم أمرا كميل اللهم يسرا زيل الخذلان طرا يا إله العالمين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله بتحميد وتشكير وتمجيد وتكبير وتوحيد وتكثير بدأنا مدح أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مشهرة فضائله منورة فواضله موفرة دلائله ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وذا ملحوظ مجذوب بمقصود ومطلوب ومهدي لمرغوب ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولي الله قدوتنا معين الدين
قسوتنا وغوث الكل عمدتنا ولي الهند يجميري صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله شيخنا يا شيخنا شيخنا يا شيخنا سيدي أجمل ولي شيخنا يا شيخنا شيخنا يا شيخنا شيخنا يا شيخنا خواجہ غریب نوازوری کارونیا کڈلام والیورے پاوانگل ഞങ്ങളെ കാക്കണേ പാപം പൊറുത്തങ്ങിൽ ചേർക്കണേ ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على رسول الله اللهم رب هذه الدعوه وتصوت قائمه ياتي في هذه السيده الفصيله بدرايه رفيعه طرفات المقام الله ورزقنا صلاتنا صيامه انك لا تخلف الميعاد وهنا يا കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളോട് ഇവിടെ എത്തി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വല്ലാഹി ഹംദ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നമുക്കറിയാം. വളരെ തിരക്കിനിടയിലാണ് എത്തിയത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും